السلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. ان شاء الله النهاردة هنعمل سمك مقلي. ودي التومة اللي احنا عملناها، فرزناها مع بعض، التوم الاخضر اللي عملت له فلفل وشطة. وهنعمل جنبه ايه، طبق كشري كده، وده البصل بتاعه كشري اصفر، وحمر ان شاء الله جنبيه بطاطس. هنحقق السمك بقى، نحط الليمون بقى والكمون ونحقق السمك. كده حبايبي السمك الراجل بينضفه السماك، بس لازم نجيبوه نلعقوه بالليمون وبالدقيق وبالليمون وننضفوه كده خالص لحد ما يبقى ابيض كده. قشطه كده، حطيت الليمون والكمون على التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض الاخضر، ونقوله ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. كده نحيقه حبايبي. حيقنا السمك ونسيبوه بقى يتبل كده لحد ايه ما نحط الرز على الكشري من جوه. بصوا نضيف ازاي قشطه، شايفين؟ نروح ناخد التوابل دي، الدقه، ونحطها عليه الشرفيه كده. نسيبه بقى شويه مع التتبيله، نروحوا بقى ايه نعملوا الكشري الاصفر. كده حبايبي هنعمل الرز. كده حبايبي نحط الزيت عشان ايه، البصل عشان نعمل الكشري الاصفر ان شاء الله. حبيبي البصلة كده بقت حمرا، كده حبيبي حطينا السمك يتقلب. بس اول ما يبدا هنزيد كده ونحط السمك نوطي عليه عشان ايه يستوي من جوه. كده قطعته كده يعني فتحته عشان يستوي من جوه. كده حبايبي مرة كمان نحط ايه الليمون. وبعد يا حبايبي ما عملنا الاكل كده وجنبيه طبق سلطه، ده السمك المقلي. ياريتكم تجربوا كده، وجنبيه الكشري الاصفر، وحمرت جنبيه بطاطس. ولو عجبكم الفيديو حبايبي لايك لايك وشير، واشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.